هيك. طيب اتوقع انه طالع عندكم انه ريكورد هسه صح؟ صح طالع. خلص تمام. طيب شابتر 9 حكينا داخل معكم للبفر. لعند البفر. طيب ممتاز. يعني مثلا هذا السؤال، اس بي وهذا اخذتوه بالفيرست صح؟ بس الكي اي والكي بي دخلت معنا. طيب تمام. طيب احنا عادة يعني اللي بيحضر معنا أول مرة، احنا بالفيرست شو كان نظامنا؟ إنه أنا بورجيكم السؤال تمام، لو كلنا اتفقنا إنه السؤال يعني سهل وما بده حل، يعني احنا على كلنا اتفقنا إنه عارفين نحله فما بنحله. إذا بس شخص واحد حكى لنا أنا ما عرفت أحله فبنحله قدام الكل تمام؟ فأنا راح إيش أعرض عليكم الأسئلة، اللي عنده سؤال كمان الصوت إخوان. ألو. لا لا في تمام. صوت. مين كهرمان؟ كهرمان تأكدي عندك المشكلة إنه الكل سامع صوتك. طيب تمام. مثلا هذا السؤال على البفر، شو رأيكم فيه؟ حد شايفه صعب خلينا سهل؟ نحلها. لا خلينا نحلها. طيب تمام. طيب خلينا ناخذ السؤال. طيب هاي كيف بدي يصير؟ طيب السؤال ايش بحكي لنا؟ بحكي لنا the pH of ايش of buffer solution that is ايش 0.4 مولر فورميك اسيد اند 2 مولر صوديوم فورميت، ومعطينا الكي اي تمام. طيب سهل السؤال، بحكينا بده البي اتش على قانون البي اتش تبعت البفر صح، اللي هو بي اتش شو بيساوي؟ ذكروني فيه للي متذكره لنرجع الدوسيه نطلعه. كي اي بي كي اي على تركيز الحمض او القاعدة على ال شو على تركيز البي الملح. كي اي زائد لوغاريتم صح، تركيز القاعدة اللي هو تركيز الاي ماينس، وهيك القاعدة برمزوا لها اي ماينس تمام، على تركيز الحمض صح ولا لا؟ اذا انا غلطت صلحوا لي. لا صح. تمام. اذا بي اتش يعني سؤال مباشر ما اتوقع بده شيء، البي كي اي عباره عن ماينس لوج الكي اي. الكي اي معطينا اياها ايش 1.8، طبعا لا تدققوا على الخط لاني بكتب عن طريق الماوس فالشيء صعب شوي تمام، في 10 قوة ناقص 4 زائد لوغاريتم تركيز البيس على تركيز ايش الاسيد تمام. شو حاكينا هون انه 0.4 مولر فورميك اسيد، اذا واضح انه هذا الاسيد، و2 مولر صوديوم فورميت، اذا هذا الاسيد معناته هذا البيس تمام. ف البيس اللي هو 2 مولر تمام على 0.4 0.4 تمام على الآلة الحاسبة، حل مباشر صار تعويض خلص ماينس لوج
1.8 في 10 ناقص 4 زائد لوغاريتم هي تقسيم 0.4 بيطلع معنا 4.44. تمام، 4.44 pH. طبعا هاي اللي هو الجواب B. تمام، واضح الحل؟ ألو، واضح. حد عنده سؤال؟ طيب تمام، نروح اللي بعده. طيب هذا إيش؟ بدو بي اتش لا سترونج بيس، اتوقع انه معكم اخذتوه. هذا مش معكم بالسكند، اخذتوه بالفيرست. طيب هاي كمان بفر، بس هذا نفس السؤال صح؟ نفس الارقام عندنا 0.4 فورميك اسيد 2 مولار صوديوم فورميت. هذا سؤال كي اس بي، هذا سؤال كي اس بي، هذا سؤال ايش ميكسينج كي اس بي برضو. طيب حد عنده أسئلة على البفر سوليوشن مش عارف يحلها؟ هات لنا إياها. هدول الأسئلة نفسهم اللي بعتهم على الواتس، هات ممكن تحل اللي قبل. وين؟ ها؟ تمام، بحكي لنا كالكوليت الوقت الكوبي. طيب احكي لنا كالكوليت ايش the OH minus. تمام، in the solution that is ايش 0.2 مولار in AF، ومعطينا ال KA لايش لل HF. تمام، هاي قيمة ال KA. اول شيء بدنا نعرف شو هو ال NAF. احنا بنعرف انه ال NAF عبارة عن ايش؟ سولت صح، ملح يعني. حد عنده اعتراض انه ال NAF ملح؟ يعني كلنا متفقين. تمام، الملح من ايش بتكون؟ تمام، بتكون عندنا من NaOH زائد HF. تمام، طيب بنعرف احنا انه بقوانين الملح، او انه هون اللي عندنا هون عبارة عن ال NaOH هي سترونج بيس. تمام، صح؟ وال HF عبارة عن ايش؟ عن ويك اسيد صح؟ حد عنده اعتراض لهسه؟ تمام، اذا عندنا سولت بتكون من سترونج بيس وويك اسيد، اذا السترونج من اسمه سترونج راح يكون قوي وراح يطغى على ايش؟ على الاسيد. تمام، فإذا السولت اللي عندنا شو راح يكون؟ بيس سولت ولا أسيد سولت؟ يعني ملح قاعدي ولا ملح حمضي؟ قاعدي. بالضبط، لأنه تكون عندنا من سترونج بيس وويك أسيد، فالسترونج طغى على الويك. تمام، إذا بدنا نتعامل معه على إنه إيش؟ على إنه بيس، هيك نتعامل معه. تمام، طيب شو بحكي لنا؟ بده ايش ال OH تبعته، ال OH minus. تمام، ومعطينا تركيزه. تمام، اذا شو قانون ال OH minus راح يكون تحت الجذر للويك بيس صح؟ تحت الجذر ال KB في البيس نفسه صح، اللي هو تركيز البيس اللي عندنا بهاي الحالة هو ايش؟ نفس السولت اللي هو ايش؟ ال NAF. تمام، طيب بس ايش معطينا هون بالسؤال؟ معطينا KA. اذا اول خطوة ايش نسويها؟
شو رأيكم؟ شو أول خطوة؟ نوجد نطلع الكيبي. نطلع الكي بي، تمام؟ أي الكي بي شو بتساوي؟ الكي كي دبليو متعلم. بالضبط على الكي اي. على الآلة الحاسبة الكي دبليو 1 في 10 ناقص 14 على الكي اي، معطيني إياها بالسؤال، هيها 6.7 في 10 قوة ناقص 4، تمام. على الآلة الحاسبة شو بيطلع معنا؟ 1 ضرب 10 1.5 بعشرة قصة ال11. 1.5 في 10 قوة سالب 11. حلو، هاي ايش؟ هاي الكي بي. طيب نرجع بصف، ايش عندنا؟ بصف تعويض مباشر هسه، او اتش ماينس تساوي تحت الجذر الكي بي، حكينا 1.5 في 10 قوة ناقص 11 ضرب ايش؟ تركيز البيس اللي هو نفسه عندنا ايش؟ السولت اللي هو 0.2. شو بيطلع لنا الجواب تحت الجذر 5 في 10 ناقص 11؟ ايه تمام، بيطلع لنا 1.7 في 10 وناقص 6، تمام، اللي هو زي ما حكت زميلتنا. ايه، حد عنده سؤال؟ ايه هالكامل اللي بحب ياخذ سكرين شوت او اشي، تمام. تمام. حد عنده استفسار؟ طيب نشوف سؤال ثاني. في حد عنده أسئلة على تشابتر 9؟ اللي داخل معنا طبعا. مش عارف، كان في سؤال. أيون هي سؤالها، هل داخل ها؟ معنا ولا لا؟ داخل معنا ولا لا؟ المفروض بما انه كي دبليو مطالب يكون بلس. داخل معكم ولا لا؟ شو رأيكم انتم؟ مين متابع مع الدكتور؟ لأنه هو طالب بي اتش. لا، هو الكي دبليو. لا، معناه انه كي اي وكي بي. كي بي تمام، بس هو طالب الكي دبليو للبيور ووتر عند درجة حرارة 40 سلسيوس. لا، إذا مش داخل. بس يسلم. تمام، مش داخل، مش داخل. طب أستاذ، حلو احتياط. طيب بنحل، هاي السؤال بيست. طيب شو بحكي لنا السؤال؟ بحكي لنا the ion product constant kW of pure water عند ال 40 سيليسيوس with pH of value 6.77 is ايش؟ قديش يعني؟ تمام، بس احنا بنعرف انه ال kW شو بتساوي؟ مين بيعرف الـ ال OH kW؟ بالـ H3 أو ايوه بلس. بالضبط، تركيز الـ OH ماينس بتركيز الـ H بلس او الـ H3O بلس، اثنين نفس الاشي، تمام. طيب هون ايش بحكي لنا؟ بحكي لنا الـ KW للـ Pure Water عند الـ 40 سيليسيوس شو بتساوي؟ هسا بنعرف انه الـ pH، تمام، بالوضع الطبيعي، تمام، الـ pH لما يكون المركب عندي متعادل، تمام، واللي هو بالوضع الطبيعي عند درجة حرارة طبيعية 25 سلسيوس، شو راح يكون قيمته؟ تمام، للووتر طبعا.
7 صح؟ متعادلة راح تكون. تمام؟ معي ولا لا؟ تمام. تمام. فإذا قيمة الـ H بلس تبعت الووتر أو الـ H3O بلس تبعت الووتر بالوضع الطبيعي عند 25 سلسيوس وليس عند 40 سلسيوس زي ما هو ذاكر، شو بتكون؟ ماينس لوج الـ pH صح؟ وماينس لوج هاي شو بتصير؟ 1 × 10^-7 صح؟ طيب إذا هون لما أحكي الـ kW بتساوي إيش؟ بتساوي تركيز الـ OH ماينس في تركيز الـ H3O بلس. تمام؟ وهون بعرف إنه تركيز الـ H3O بلس بالوضع الطبيعي بيساوي 1 × 10^-7. خلينا أعدل السبعة بس عشان ما تلخبطوا. تمام؟ وبعرف إنه هذا الرقم نفسه هو إيش؟ تركيز إيش؟ H3O بلس. صح ولا لا؟ إذا هون لما أطلع الـ kW بالوضع الطبيعي إيش بدي أسوي؟ بدي أدي بالـ OH ماينس، تركيز الـ OH ماينس، دقيقة هون مش H3O بلس OH ماينس، تمام؟ بدي أجيب تركيز الـ OH ماينس وأضربها بالـ H3O بلس. إذا 1 × 10^-7 ضرب 1 × 10^-7 تصفي 1 × 10^-7 تربيع صح؟ تمام؟ وبتصفي الـ kW اللي إحنا كلنا بنعرفها اللي هي 1 × 10^-14. تمام؟ طيب هذا بالوضع الطبيعي آت إيش؟ 25 سلسيوس. سلسيوس ديجري. تمام، هون بيحكي لنا عند ال 40 سلسيوس قديش كانت البي اتش؟ 6.7. تمام، اذا البي اتش دقيقه خلينا بس ايش صغر شوي. طيب اذا عند ال 40 سلسيوس البي اتش كانت قديش؟ 6.7. هاي هال بي اتش 6.77. إذا تركيز الـ H3O بلس قديش راح يكون؟ مين بيعرف؟ 1.7 × 10^-7. بالضبط، يعني راح أخذ أنتي لوج تمام ماينس 6.77 راح تطلع 1.7 تقريبا في 10^-7. تمام، طيب هسه هاي القيمة المفروض بالمي تكون قيمة ال H3O بلس بتساوي قيمة ال H3O بلس شو بتساوي؟ ال OH ماينس زي ما حكينا فوق ما تغير شيء. تمام، إذا قيمة الـ W الـ kW وهون مش بتساوي دقيقة. تمام، إذا قيمة الـ kW راح تساوي يا هذا بنضربه بهذا أو بناخذ واحد منهم وبنربعه لأنه اثنين متساويات صح؟ تمام؟ فقيمة الـ H3O بلس أصلا طلعتها من الـ antilog من الـ pH، فبروح إيش؟ بربعها بس 1.7 في 10^-7 تربيع. شو بتساوي؟ جواب بي بيطلع. تطلع 2.88 في 10^-14 اللي هو الجواب بي زي ما انت حكيته. تمام، والمفروض انت ما ياخذ معك كل هالحل اكيد بالامتحان، ما تقعد تفصل زي هيك خلاص عطولي. تمام، بس انا عشان افهمك الفكرة، لو جاب لك 50 سلسيوس لو جاب لك اي بي اتش
تكون فاهم الفكرة. تمام، واضحة؟ حد عنده سؤال؟ سامعيني يا جماعة؟ سامعين؟ اه واضح تمام. طيب اه طيب نشوف اللي بعده. طيب هذا حلناه، هذا مش معكم، وهذا نفسه حلناه. اوكي اس بي، كي اس بي. طيب هذا اتوقع بشابتر 10 صح؟ بس بدي أسأل إشي بشابتر 9. تفضلي. في سؤال بالسلايدات تاعت الدكاترة، في سؤال 9.13 معطينا إنه نطلع دلتا بي اتش، نقدر نحله؟ طيب ابعثيه، صوريه وابعثيه أوكي يا على الجروب يا عندي يعني على الخاص. في سؤال برسنتج معنا ولا لا؟ أي سؤال برسنتج؟ بعتوا انتم؟ أنا هذول كل الأسئلة اللي بشابتر 9 تمام؟ ما فصلت اللي معكم ولا لا، بس البرسنتج على الأغلب مش معكم، أنتم معكم من البفر واطلع من البفر لنهاية تشابتر 9. هذا قصدي؟ ايوه هذا كان معكم بالفيرست. خلصت تمام. طيب نستنى السؤال عشان نخلص من شابتر 9 ونروح لشابتر 10. أنا بعته وين بعد دي؟ ايوه هذا السؤال. اه هذا Calculate the pH change that take place when 100 mil evaporation of A and B added to 400 ml the buffer solution that was described in the example 9-12. طيب ايوه تمام حلو، السؤال هذا مهم اني ابحث. لو في صورة أوضح بكون أحسن، يعني صورة هيك للسؤال بدون الحل. معرفش إذا أنتو شايفينه. هو موجود بسلايدات الدكاترة. هيك واضح عندكم؟ ألو اه هيك واضح. كذا. طيب تقدري تبعثي لنا اكزامبل 9.12؟ اوكي هلا ببعته. بعثتيه احكي لي. طبعا انا برشلوني يا اخوان، ايوه فيسكا برشا. المدريدي من هسه يطلع برا الميتينج. هذا هو ال ايوه هي 9.12. طيب اي كوبي، طبعا بمزح، المدريدي يظل عادي. طيب كيف بدي أعمل له؟
كيف بدنا ندوره زي هيك، ندور الصورة كيف، حد بيعرف؟ delete duplicate bring to front. أصوره بالطول. بكون أحسن، يا ريت والله. وقع له بليت تيكن. طبعا الميتينج طايل له 8 دقايق 9 دقايق تقريبا وبخلص، ف ممكن يسكر معنا، فبنفتح واحد جديد. اشطب لي هاي بيس. طيب هاي هذا الاكزامبل اللي هو معطينا عليه سؤال ثاني، تمام؟ لكن calculate the pH of solution that is 0.2 molar in NH3 تمام and 0.3 molar in NH4Cl solution. واضح عندكم؟ قادرين تقرأوا معي؟ الو، واضح دكتور. طيب تمام ممتاز. إذا الـ NH3 كنا بنعرف إنه هاي أمونيا، والأمونيا عبارة عن إيش؟ بيس ولا أسيد؟ بس بيس، ممتاز. الـ NH4Cl إذا هاي بيس معناته الـ NH4Cl تلقائي شو بيكون؟ أسيد، تمام؟ طيب فحكينا انه ايش؟ انه بده البي اتش، هذا بالسؤال الاصلي، انه بده البي اتش للسوليوشن هذا اللي هو عباره عن بفر سوليوشن مكون من بيس واسيديك سولت، تمام؟ وبحكي لنا هون باكزامبل 9 13 انه شو راح يصير معي بحال انا عملت اضافه لهذا السوليوشن اللي عندي البفر سوليوشن، ضفت له اول شيء 0.05 مولر ان اي او اتش، شو راح يصير عندي على البي اتش؟ شو راح تتغير؟ تمام؟ وبي بحكي لي اذا ضفت اتش سي ال، تمام؟ شو راح يتغير؟ طيب نبلش. هذا السؤال بنحطه على جنب، خلص عرفنا هو عن ايش بيسالنا اصلا، تمام؟ هون بحكي لنا اول شيء ايه؟ شو سوينا؟ طبعا بدنا ايش؟ نلخص من ايش مكون عندنا. اول اشي حكينا انه البفر سوليوشن الاصلي اللي هو بيسأل عنه مكون من NH3 اللي هو اتفقنا كلنا انه ايش، انه هي عبارة عن بيس ل NH4Cl، تمام؟ وبحكي لنا ايه، تمام؟ بس خلينا ناخذ تركيزهم. ال NH3 0.2 مولر، 0.2 مولر، وال NH4Cl 0.3 مولر. طيب ممتاز. طيب ايش بحكينا؟ بحكينا انا ضفت على هذا السوليوشن 0.05 مولر، 0.5 مولر NaOH. طيب ال NaOH عبارة عن بيس ولا أسيد؟ إيش؟ يا إخوان مش عارفين ال NaOH بيس. طيب البيس راح يعمل لي ايش؟ راح يأثر لي على السوليوشن، راح يندمج مع البيس يزيد لي تركيزه، تمام؟ وراح يأخذ من ايش؟ من الأسيد ويقلل تركيزه، تمام؟ ببساطة. ولو ضفت أسيد راح يكون عكس، هسه بنشوف ايش راح يصير، تمام؟ طيب إذا تركيز CH3
او تركيز مش سي اتش 3، تركيز الان اتش 3. اذا ايش؟ ما راح يبقى ثابت صح؟ راح يتغير، لانه ايش ضفنا هنا؟ ضفنا بيس، تمام؟ فتركيز الان اتش 3 راح يصير بعد الاضافه، تمام؟ بس انا وين ذاكر لي؟ لازم ذاكر لي الفوليوم. ايوه هاي، تمام. 0.05 قديش ضفنا منه؟ 400 مل، تمام. وقديش حجم السوليوشن الاصلي كان؟ 100 مل، تمام. طيب اذا احنا ضفنا 400، ضفنا 100 مل عفوا، ضفنا 100 مل من 0.05 NaOH، ضفناها از ادد تو 400 مل. اذا حجم السوليوشن قديش كان؟ 400 مل. طيب إذا عدد المولات الأصلية اللي كانت من الـ NH3 عبارة عن إيش؟ عبارة عن 0.2 مولاريتي، المولاريتي في الفوليوم ضرب الفوليوم تبعها الأصلي اللي هو قديش؟ 400 مل. رحنا ضفنا 100 مل، تمام، من ال NaOH قديش تركيزه؟ 0.05، تمام. قديش صار الحجم الكامل للسوليوشن؟ 400 كان، وضفنا عليه 100 صار ايش؟ صار 500 مل، تمام. طيب هذا ايش؟ هذا يعني قانون الكونسنتريشن الطبيعي اللي هو عدد المولات. طبعا عدد المولات بعد الاضافه هاي لحالها ايش؟ عدد مولات ال NH3، ضفنا عليها قديش؟ عدد مولات ال NaOH، صار ايش؟ التوتال نمبر اوف مول، توتال نم، ايش هيك صار القلم؟ توتال مولز، تمام، على التوتال فوليوم. ببساطة هذا هو القانون اللي أنا كتبته هسه، عوضت عليه قبل ما أكتب، تمام، نفسه. فبروح إيش على الآلة الحاسبة، تمام. هون حاسب لنا إياها جاهزة، شو طلع معه الجواب النهائي؟ 0.17 زيرو مولر. هذا تركيز ايش؟ ال NH3، متى؟ بعد ما ضفت عليه 0.05 مولر NaOH، تمام. طيب هذا التأثير اللي صار على ايش؟ على ال NH3، لانه ايش؟ بيس، وضفنا عليه بيس، تمام. بس العكس تماما راح يصير معنا على ال NH4Cl، لانه اسيد وضفنا عليه بيس. فاذا البيس راح ياخذ من تركيز الأسيد وراح يقل عندنا، تمام. راح يصير العكس تماما، إذا تركيز ال NH4 Cl شو راح يصير؟ قديش هو أصلا كان؟ 400 مل، في تركيزه الأصلي 0.3، تمام. خلينا نوقف لهون لأنه راح يسكر الميتينج، تمام. وعطول هسه بعمل ميتينج جديد وببعث لكم الرابط. طيب خلينا نسكر هذا واستنوا الرابط الجديد على الجروب.